تعال نروح على الطروحات الحكومية واللي اتكلم عنها الدكتور مصطفى مدبولي اللي دشنها مجلس الوزراء. القطاع الصناعي في مصر يشتغل ويستفيد ازاي من هذه الطروحات الحكومية اللي بتدشنها الحكومة واللي أعلنت عنها الحكومة؟ ده مهم جدا بالمناسبة. هنا خليني أخد معانا على التليفون الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للدراسات. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم والله. طيب أنا هحتاج منك بقى ثلاث حاجات. الأول إنه أنا وأنا قاعد عمال أقرأ هذه الطروحات لاحظت إنها ليها تصنيف، يعني في حاجات هي جاهزة ومش محتاجة إنه يتعمل أي شكل من أشكال التخارج، في حاجات نازلة على البورصة، في حاجات حتى قال عليها الدكتور مصطفى مدبولي إنها إما للطرح في أسهمها في البورصة أو للمستثمر الاستراتيجي. إحنا محتاجين كلنا نفهم يا دكتور إيه الحدوتة دي. طيب بداية كده احنا عندنا نوعين، يعني اللي حضرتك قلته له تقسيمتين. التقسيمة الأولى هي تقسيمة أنواع التصرف الحكومة مع الشركات بتاعتها. جميل. ال 32 شركة دول. الحكومة عندها ثلاث أنواع من التصرفات هتشتغل عليهم. أول حاجة في قطاعات من القطاعات اللي هتشتغل فيها ال 32 شركة الحكومة ناوية تخرج منها تماما. وتخرج منها تماما يعني إيه؟ يعني عاوزة تسيبها للقطاع الخاص هو اللي يديرها، وده القطاعات دي هي القطاعات الانتاجيه الاساسيه اللي القطاع الخاص عنده قدره اكتر على انه يتكيف فيها مع الصدمات اللي بتحصل، او انه يعني لو في ازمه يقدر يعني يتجاوز، لان القطاع الخاص حضرتك عارف اكثر يعني اكثر حركيه واكثر ديناميكيه. لو حصلت مثلا يعني مثلا مصنع حديد حصل فيه ازمه في العالم، في انخفاض على الطلب في سوق المصنع، بيغير الاماكن اللي بيشتري منها الحديد الخام بتاعه، بيغير طرق النقل، بيبقى بيتحرك بسرعه جدا عشان يواجه الازمه، على عكس الحكومه اللي الموظفين فيها بياخدوا قراراتهم بالعافيه ويبقى خايف دايما من المساءله والمحاسبه، على عكس القطاع الخاص اللي بيروح للمخاطره اكتر وبالتالي بيحقق ارباح اكتر. حلو. ده اول نوع. النوع الثاني هو القطاعات اللي الحكومة عاوزة تفسح فيها مجال للقطاع الخاص، كانت شغال فيها القطاع الخاص قبل كده. والكلام ده. وهنا الحكومة عاوزة دكتور الصوت بيقطع جامد وكلامك مهم قوي 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 قوي. أرجوك إيه نقطة تبقى الشبكة فيها يعني ما حصلتش. أنا بقول لحضرتك علشان كده الحكومة عندها الحكومة الاتجاه العام بتاعها عموما أصلا وهدفها أصلا من الطرح إن هي تمكن القطاع الخاص إن ياخد جزء أكبر من عملية التنمية. يعني الحكومة دلوقتي الفترة اللي فاتت كلها زي ما حضرتك يعني كنت متابع كانت هي اللي واخدة الدور الأكبر في عملية التنمية. دلوقتي الحكومة وصلت لإنه القطاع الخاص بيقول لها بعد اذنك كفايه اخرجي بقى من الـ من الـ من القطاعات الـ من القطاعات الانتاجيه، اخرجي من اللي يعني اللي فيها يعني نوع من انواع الاداره الافضل يخلي الانتاجيه اعلى ويخلي الربحيه اعلى، تخصصي في الحاجات اللي تقدر تعمليها احسن اللي هي بنفسيه ومشروعات الخدمات فيها انفاق والعائد بتاعها ليه في المستقبل بشكل كبير. طيب. ومن هنا فعلا عاوز دلوقتي تخرج بشكل تدريجي من القطاعات الانتاجيه وتسيبها للقطاع الخاص بحيث ان هو يديرها احسن، وفي نفس الوقت يعني يعلي الانتاجيه بتاعت الشركات بتاعت الحكومه في نفس الوقت اللي الحكومه فيه ما تتخلاش عن الملكيه. يعني انا دلوقتي راجل مثلا انا مثلا مهندس وعندي مثلا يعني مصنع ملابس. حلو. انا مش عارف ادير مصنع الملابس ده، فانا هحتفظ فيه بالملكيه واجيب واحد راجل بيفهم في صناعه الملابس يدير المصنع. جميل. الملكيه بتاعتي انا او الجزء الاكبر من الملكيه بتاعي انا، والشريك اللي جه اخذ جزء صغير من الشركه دي هو اللي هيدير الشركه. حلو. وبالتالي يبقى عملنا نوعين من الحاجات المهمه. النوع الاول انه الصديق ده هيجي يطور الانتاج بتاع المصنع ويكبره علشان هو شريك فيه، وفي نفس الوقت
هيبقى الراجل بيدير بفكر القطاع الخاص وبطريقه القطاع الخاص اللي بتكسب اكتر، على عكس فكر الحكومه وطريقه القطاع وطريقه القطاع الحكومي اللي بقى فيه محدوديه بشكل كبير قوي في ان هي تحقق الارباح اللي بتحصل في القطاع الخاص. عظيم. طيب ازاي انا القطاع الصناعي بتاعي او الاستثمار الصناعي الخاص في مصر يقدر يستفيد من هذه الطروحات؟ اولا كده، اول ان احنا دلوقتي هيبقى عندنا قطاع خاص يا اما اجنبي يا اما مصري يا اما عربي داخل ينافس القطاع الخاص بتاعنا. وبالك حضرتك كلمه منافسه دي احيانا كتير جدا بتفهم الناس انه حد جاي ياكل اكلنا او كده، لا خالص. المنافسه بتقوي الشركه. لو حضرتك متذكر في القطاع في المؤتمر الاقتصادي كانوا سالوا رئيس مجلس اداره شركه يعني احد الشركات المؤسسه على السوق اللي بتشتغل فيه يعني صناعه الملابس وكده، وقولوا له هو انت مش خايف من المنافسه لما السوق يتفتح؟ انت دلوقتي انتوا كلكم كرجال اعمال قاعدين تقولوا وسعوا يا جماعه السوق وافتحوا المنافسه وهكذا. الراجل قال لها الكبس المنافسه، لا المنافسه في حالاتها الصحيه تدفع لجوده الانتاج طول الوقت فورا وتفيد. انا الصوت بتردد عندي يا دكتور يوسف، فانا مش انا كويس الصوت بيقطع. طب انا هحاول نتصل بيك تاني يا دكتور، لانه بجد الموضوع فعلا مهم جدا والناس محتاجه تفهم، وانت تلقي ضوء على حاجات شديده الاهميه. احنا هنعود نتصل تاني بالدكتور محمد شادي ارجوكم، يعني انا بس بقول لزمايلي في الاعداد لان انا عايز المواطن يفهم، لانه انا مش عاوز الكلام اللي يدور من النوعيه بتاعت ايه ده احنا مقبلين على خصخصة، على غرار الخصخصة بتاعت زمان يا هادي. لا ده هيبيعوا الشركات ومصر مش، لا. وخد بالك من النسب بتاعت الشراكة، خد بالك تاني نسب الشراكة اللي مع الحكومة لازم تركز فيها، وده اللي هنسأل عليه الدكتور محمد شادي. ايوه دكتور محمد شادي معنا مرة تانية اهو، منورنا يا دكتور. ايوه والنبي خليك واقف في الحته الحلوه. قبل ما نخرج، يعني انه القطاع الخاص هيستفيد باكتر من طريقه. اول حاجه المنافسه اللي جايه، اللي الناس بقى جايه تشتغل بالنو هاو بتاعها او بطريقه الشغل بتاعتها بطريقه التفكير بتاعتها وهكذا، دي اول حاجه. ثاني حاجه خد بال حضرتك انه الناس دي جزء كبير منهم هيجي من الخارج، هيضخوا دولارات في السوق. ضخ الدولارات ده هيوفر عمله صعبه للقطاع الصناعي اللي شغال فعلا. هيخفف الضغط على الدولار الموجود دلوقتي، واذا خفف الضغط على الدولار الموجود ده معناه ان القطاع الصناعي بطريقه غير مباشره هيقدر يدخل منتجاته بشكل هادي وبشكل سلس، على عكس الفتره اللي فاتت اللي كان عندنا فيها ضغوط على الدولار. كانت معرقله مثلا 12 مليار دولار من المنتجات واقفه في المواني المصريه مش عارفه ايه. دي تاني حاجه. ثالث حاجه انه القطاع الخاص اللي هيدخل ده هيبقى بيدي للحكومه يعني نوع من انواع الضوء الاخضر ان هي تكمل في عمليه الطروحات الحكوميه، لانه اذا احنا نجحنا في هذه الطروحات ال 32 شركه دول، الحكومه فعلا صرحتهم والحكومه فعلا نفذت الطروحات دي بشكل ناجح والحكومه فعلا اخذت فيهم الاسعار اللي هي متوقعاها، والناس اللي جايين دول يديروا اداروا فعلا بطريقه كويسه ونجحوا الشركات دي. الحكومه عندها عشرات الشركات، مئات الشركات اللي ينفع واللي القطاع الخاص نفسه يشترك فيها ونفسه يشتغل فيها، او نفسه الحكومه على الاقل تسيب مجال اوسع يشتغل فيه القطاع الخاص في بعض الشركات، يعني في بعض القطاعات اللي تشتغل فيها الحكومه. تخيل حضرتك دلوقتي انا مثلا، يعني انا دلوقتي مثلا تاجر ملابس، دلوقتي مصنع مثلا المحله اللي بيتعمل الاكبر مصنع في العالم ده، صحيح، ده واحد من مصانع الحكومه، واحد شركه من شركات الحكومه. تخيل حضرتك دلوقتي لو انا اخذت حصه في الشركه دي وانا تاجر ملابس بقيت انا اللي بديرها، تخيل حضرتك السوق بالنسبه لي يبقى عامل ازاي؟ عمليات الدمج والاستحواذ اللي ممكن تحصل على مصانع الحكومه وعلى شركات الحكومه بحصص، سواء بقى بحصص كبيره او حصص استراتيجيه، يعني ممكن تغير شكل القطاع الخاص في شكل القطاع الصناعي في مصر بالكامل، لانه الحكومه عندها زي ما قلت حضرتك كده مصانع ضخمه للغايه، عندها مشروعات قويه جدا. اذا دخل فيها عنصر الاداره بشكل كويس بشكل محترف بطرق يعني القيود الحكوميه اللي دايما يعني بتقلل الانتاجيه وهكذا، ممكن نشوف تغير لشكل القطاع الصناعي في مصر بشكل تام. خد بال حضرتك كل ما
في اي من القطاعات الصناعيه، كل ما ده كان داعي لمزيد من الاستثمار من الخارج والشراكات من الخارج. يعني انا مثلا دلوقتي بشتغل في قطاع الكهرباء، نجحت في قطاع الكهرباء الصبح عادي جدا، انا مثلا كان عندي شريك ماليزي الصبح جدا تلاقي شريك برازيلي جاي يشتغل في قطاع الصبح، تلاقي شريك صيني كذا، لانه جو الاستثمار واحد بصرف النظر عن القطاع وبصرف النظر عن الشركه اللي انا بشتغل فيها. طيب دكتور، انا محتاج برضو ان انا افهم اكتر انا والناس، يعني احنا الطروحات اللي عملها مجلس الوزراء وكما هو معلن انا عندي شركات جاهزه دون انتظار لاجراءات تخارج زي بنك القاهره، مصر لتامينات الحياه، وشركه الحفر المصريه. السؤال يعني ايه جاهزه دون انتظار اجراء التخارج؟ لا، الشركات دي قبل كده، يعني احنا انا اقول لحضرتك بس على حاجه مهمه جدا قبل ما اجاوب على السؤال ده عشان يبقى تمهيد ليه. الطرح اللي بيحصل ده تاني مره، ده تاني طرح من نوع الحكومه بتعمله. كان في طرح قبل كده سابق في 2018 الحكومه كانت بتطرح فيه حوالي 20 شركه وكيان، يعني وال20 شركه وكيان دول كانوا اتجهزوا بشكل كامل لاجراءات الطرح. طب يعني ايه اتجهز؟ حضرتك عشان تطرح البورصه المصريه والمستثمرين اللي هيجوا يشتروا عاوزين يبقى القوائم الماليه مجهزه بشكل معين. في اجراءات افصاح لازم تعملها، في اجراءات قانونيه لازم تتخذها. الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي كانت في اطار الطرح الاول اللي حصل في 2018، وبالتالي اتجهزت اساسا كده، وبالتالي مش هندخل في الدور بتاعها او في البروسس بتاعت ان احنا نمشيها علشان نجهزها. ليه؟ لان هي كانت جاهزه للطرح قبل كده في 2018، والطرح لما حصل في 2018 كانت اول، كان حصل يعني المفروض ان هو كان يحصل على مراحل، كان حصلت اول مرحله طرح الشرقيه للدخان، وكان الطرح منها 4.5% من اسهمها، وبعد ده كان في نهايه 2018. بعد كده جينا في اوائل، انا اسف، في يونيو 2021 واتعمل الطرح الثاني، الشريحه الثانيه من الطرح الاول كانت بطرح 1.6% تقريبا لو على ما اتذكر، يعني من اي فاينانس للمدفوعات الالكترونيه. ايوه، الطرح الاول كان زي ما قلت لحضرتك كده، كان جاي ل 20 شركه، كان من الشركات اللي هتطرح بنك القاهره وبنك كان بنك القاهرة ومصر لتأمين الحياة والحفر المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، الاثنين كانوا من الشركات اللي من قصدي دول مش شركات، دول بنوك. دي شركة مصر لتأمينات الحياة شركة طبعا، لكن البنك ده بنك. فكانوا هيطرحوا وبالتالي مروا بالمراحل دي كلها، وبالتالي حاليا جاهزين الصبح ان هم ينزلوا في البورصة. وفعلا كان حصل اكتر من مرة قبل كده ان الحكومة اعلنت ان هي تحط البنك في البورصة او ان هي تطرحه على مستثمر ياخد حصة استراتيجية فيه، لكن الظروف اللي كانت حصلت بقى الاول سواء ظروف كورونا سواء الكورونا وبعد الحرب الاوكرانيه اجلت مرتين ورا بعض ان هو يطرح، بالذات بنك القاهره ده اجهز شركه دلوقتي او اجهز كيان دلوقتي ان هو سواء يطرح في البورصه او سواء ان هو مستثمر استراتيجي ياخد فيه يعني حصص وافيه يعني لانه جاي. طب ده كلام كده بالنسبه لي مفهوم جدا، واظن كده اصبح واضح لدى عموم الناس. انا بشكرك جدا يا دكتور، واظننا هنحتاج مره كده تنورنا ونقعد بقى نشرحها على رواقه جوه الاستوديو، ونتكلم عن الشركات او ال 32 شركه اللي مطروحين من قبل مجلس الوزراء المصري. كل الشكر دكتور محمد شادي باحثنا الاقتصادي.